الو، السلام عليكم خويا امين. بغيت نسولك على بطاقه مصرفيه. ايه مرحبا خويا. الو، بطاقه مصرفيه واش كاين غير في الولايات المتحده وفي العالم كامل؟ حيت واحد الاخ دار واحد الفيديو كيفاش تحصل عليها فابور، ولكن هذا الشخص ساكن في الولايات المتحده الامريكيه. وعندي شوف مزيان، سؤال زوين هذا عجبني يا سي عثمان. شوف، واحد ساكن في ميريكان اللي كيدير لك شي شرح لك انت كعربي، دير واحد 90% ما غيخدمش لك. غنقول لك علاش، لان هذاك السيد في ميريكان، ميريكان ما كايناش شي شركه ما غاديش تخدم لك في ما كايناش، جميع الشركات كيخدموا في الولايات المتحده الامريكيه. واش انت جالس في واحد البلاصه اللي العمله ديالها كتنتشر في العالم كامل وتقول لي ما غتخدمش ليه؟ لا راه فعلا، ولكن واش انت اللي في المغرب غتخدم لك؟ هذا هو السؤال. فبالتالي يا خويا كنعتقد انه شخص مثلا خدا في الولايات المتحده، ممكن تكون في العالم كامل، وحنا ما جو سوي با كونتر، مي ان مساله انها تخدم عندك انت اللي في المغرب، فرق كبير بين واحد في المغرب وواحد في امريكا. فما كاينش، هي غيقدر يوريها لك خدامه، ولكن راه ما عندك حتى شي ضمانات انها تخدم لك انت.